بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه فصل في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب بعدما أكملنا مباحث التي تتعلق بالأصول العملية الثلاث أي بحث البراءة والتخير والاحتياط وبعدما أكملنا مباحث التي تتعلق بقاعدة لا من هذا الدرس سندخل في بحث الاستصحاب أحد من الأصول العملية الأربعة والذي مهم وذو أثر كبير في الفقه عملا وله آثار كبيرة في الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات والقصاص بالنسبة إلى الاستصحاب غير المحقق الخراسان رضوان الله عليه أسلوبه في البحث أو في الحقيقة غير خريطة البحث لأنه في الأبحاث السابقة لو كان في خاطركم محقق الخراسان رضوان الله عليه كان ينعقد فصولا متعددة في كل بحث أو بعض الأحيان يأتي بعدة مقدمات ولكن بالنسبة إلى الاستصحاب فقد يذكر هنا كل المباحث التي تتعلق بالاستصحاب أدلة الاستصحاب أقوال الموجود في الاستصحاب في ضمن فصل واحد ثم يدخل في تنبيهات التي ترتبط ببحث الاستصحاب على يهال بالنسبة لهذا هذا البحث بحث الاستصحاب محقق الخراسان رضوان الله عليه في خطوة الأولى يدخل في بحث تعريف الاستصحاب وطبعا تعريف الاستصحاب إذن كما تعرفون من المباحث المهمة وذكر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أقوال متعددة أيضا في حجية الاستصحاب صاحب الكفاية أي محقق الخراساني لا يتعرض للأقوال كثيرا بل يتعرض لقول نفسه أي حجية الاستصحاب مطلقة وطبعا يستدل عليه وأما في مقام التعريف فيأتي بتعريف يكون قريبا من تعريف الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أي تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان على استصحاب بناء على قول صاحب الكفاية أي حجيته مطلقة في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية كما أشرت في أول الباحث ذو أثر كبير في الفقه فقيح حينما يبتلى بالشبهات الحكمية سواء كانت وجوبية أو تحريمية لو كانت لها حالة سابقة والشك في بقاء ذاك الوجوب أو الحرمة الآن يستصحب وبواسطة الاستصحاب يحكم ببقاء ذاك الحكم كما أنه في الشبهات الموضوعية أيضا يستطيع أن يتمسك بالاستصحاب ويرفع المشكل في الشبهة الموضوعية على يهال هذا الأصل كما نعرف ويعلم أهل الفان أنه ما هو محل الابتلاء من أول الفيق إلى آخر الفيق في الأحكام التكليفية في الأحكام الوزعية في العبادات والمعاملات في الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية في جميع الموارد من بين الأصول العملية أصل الاستصحاب يكون أكثر ابتلاء وأكثر استعمالا للفقه فصل في الاستصحاب كسرة الأقوال والعبارات في هجية الاستصحاب وتعريف الاستصحاب إذن في بحث الأول من هذا الفاصل سنتكلم فقط عن هجية الاستصحاب وعن تعريفه يقول وفي هجية الاستصحاب إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب وقلت لكم أن الشيخ الأنصاري تعرض في فرائده لأحد عشر قولا بين قائل بالحجية مطلقة وبين قول بالتفصيل التفصيل بين الأمور العدم والوجودي وأمثالها يمكنكم المراجعه الى كتاب الفرائض صاحب الكفاية رضوان الله عليه يكتفي بهذه الاشاره وفي الحقيقه ياتي بقول مختاره وهو ان الاستصحاب حجه مطلقه في الشبهات الحكميه وفي الشبهات الموضوعية يقول وفي حجيه الاستصحاب اثباتا ونفيا اقوال للاصحاب. ولا يخفى أن عبارات الأصحاب عبارات الأصحاب في تعريف الاستصحاب وإن كانت العبارات شتى هناك تعريف متعددة وأقوال مختلفة بالنسبة إلى تعريف الاستصحاب وطبعا شيخ الأنصار رضوان الله عليه يذكر تعريفا ويقول الاستصحاب عبارة عن إبقاء مكان ابقى ما كان الذي يذكره الشيخ الأنصاري وعلى أساس نظره وفتوائه يكون أسد التعاريف وأخسر التعاريف هو الذي فصله وشرحه ووضحه صاحب الكفاية رضوان الله عليه من بعد الأستاذ صاحب الكفاية يقول عبارات الأصحاب في تعريف الاستصحاب وإن كانت متشتتة إلا أن هذه العبارات تشير العبارات إلى مفهوم واحد ومعنى فريد. بعبارة أخرى، صاحب الكفاية يقول أصل معنى الاستصحاب يكون واحداً ومتفق عليه بين الأصحاب، فقط في كيفية التعبير وفي كيفية صياغة الألفاظ هناك ما هو تعابير متنوعة ومتشتتة بين الأصحاب. ولكن كل التعابير وكل هذه التعريفات تشير الى حقيقة واحدة التي تتفق عليها الجميع. وبعبارة أخرى من باب التقريب هذه التعاريف في الحقيقة كالألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر. كيف لهما يكون معنى واحد؟ هكذا هذه التعاريف لجميعها يكون معنى واحدا يفهمه الجميع. ويتفق عليه جميع الأصحاب هذا هو فهم الصاحب الكفاية أن هذه التعاريف. بعد هو بنفسه كما قلت لكم يوزه كلامه وثاذه الشيخ الأنصاري يقول وهو الاستصحاب المصطلح بعنوان أصل من أصول العملي للاستصحاب اللغوي مثلا وهو هذا الاستصحاب الحكم ببقاء حكم مثل وجوب صلاة الجمعة مثلا ومثل أفرز ما هو وجوب صلاة العيد في زمان الغيبة وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع زي حكم إذا كان هناك موضوع له حكم شرعي شك في بقاء هذا الحكم أو شك في بقاء هذا الموضوع إذا شككنا أنه يكون باقيا أم لا سواء كان مشكوكا حكما شرعيا وجوبيا او تحريميا او مشكوكنا موزوعا موضوعا زي حكم شرعي حكمه قد يكون طبعا حكم الوجوبي وقد يكون ماذا حكم تحريمي استهباب كراهة احكام تكليفية احكام وضعيه في جميع الموارد نقول اذا كان في زمان سابق هذا الحكم ثابتا ومستقرا فالان لو نشك في بقائه نحكم ببقائه وعملا يجب علينا التعبد به اذا الحكم ببقاء الحكم السابق في الشبهه الحكميه وفي الشبهه الموضوعيه اصل صدور هذا له هو حكم هو فعل الشارع يكون ولكن ابقاء العملي التزام العملي واستمرار العمل مثل حالة السابقة هو يكون وظيفة المكلف ويكون نتيجة فتوى الفقه بهجية الاستصحاب لأجل هذا يقول جيد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع حكم شك في بقاء هذا الحكم والموضوع نحكم بالبقاء إما من جهة بناء العقلاء على ذلك إما من جهة بناء الأقلاء على ذلك الحكم بالبقاء يعني في الحقيقة صاحب الكفاية رضوان الله عليه الآن يتعرض ما هو لأدلة هجية الاستصحاب أيضا لماذا نحكم ببقاء هذا الحكم أو ذي حكم إما من جهة بناء الأقلاء في أحكام الأقلاء العرفية مطلقة جيد في أحكام الأقلاء العرفية مطلقة طبعاً هنا يقول مطلقاً يعني سواء كان للعقلاء الذن بالبقاء أو لم يكن لهم ذن بالبقاء بعض الأوقات يكون هكذا على أو في الجملة هنا ما يقول أو في الجملة تعبدا طبعاً هنا ما نقول أو في الجملة يعني ما هو يحكمون ببقاء الحكم السابق تعبدا حتى إذا لم يحصل الزن مثلا تعبدا يعني في فرض عدم حصول الزن أو للزن به أو للزن بهذا الحكم السابق وموضوع زهوكم الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا زن الناشئ من ملاحظة ثبوت هذا الحكم سابقا على يهال بما أنه في السابق كان موجودا العادة تكون على البقاء والاستمرار فيبقى لنا ظن بالبقاء وعقلاء حينما يحكمون بالبقاء باعتبار التمسك بهذا الظن طبعا لو كان لاجل الزن فالاستصحاب يصير من الاماره لو كان لاجل التعبد فالاستصحاب يصير من الاصل العملي لاجل هذا في تفسير بناء العقل العقلاء وسيره العقلاء قد نقول مطلقا دائما قد نقول تعبدا يعني ولو لم يحصل الزن وقد نقول ما هو على حال لاجل الزن العقلاء يحكمون بالبقاء مهما كان الحال هذا كله بالنسبه الى دليل الاول وانه يمكن ان يكون مدرك الحكم بالبقاء في باب الاستصحاب او دليل حجيه الاستصحاب هو بناء العقلاء وطبعا حجيه بناء الأقلاء تحتاج الى التوزيح وتحتاج ما هو إلى تبيين الأكثر فقد هذه النكتة أنه هنا ما نقول يحكم العقلاء تعبدا لا يأتي إلى الذهن أنه ما هو تعبد العقلاء يكون مثل تعبدنا نحن أحيانا كمتشرع نتعبد بشيء ولو لا يكون وراءه دليل إلا ما هو دليل السمع مثلا عقلاء ليس له مثلنا مثل هذا التعبد حينما نقول تعبد أي لا يحصل لهم زن مثلا مع عدم حصول الزن مع هذا يحكمون بالبقاء وهذا مثلا أفرز ما هو شخص يأتي إليك يطلب منك قرزا طارتا أنت تحصل لك الزن أنه واقع محتاج ومسر إلى الاقتراض وطارتا لا يحصل لك الزن في فرز الاول حينما يحصل لك الزنك لاجل زنك تعطي له القرض. واذا لا يحصل لك لك القرز فماذا تفعل ايضا مثلا تعطي له القرز لاجل ما هو افروز انه الترحم عليه وامثاله الان لم يحصل لك الزنك ولكن ليس معناه ان اعطاء القرز لهذا طالب القرز يكون تعبديا اي بلا دليل. دليل يوجد ولكن لا يكون له زنا عقلاء العالم أيضا يبنون على الحالة السابقة قد يحصل لهم الزن وقد لا يحصل لهم الزن إذا لا يحصل لهم الزن فنسمي هذه الحالة حالة تعبدية هذا الدليل الأول دليل الثاني وإما من جهة دلالة الناس على روايات الاستصحاب التي هو موضع في زماننا كثيرا عادة يستدلون بها وسيأتي هناك على الاقل سته اخبار كلها تدل على حجيه الاستصحاب او دعوه الاجماع عليه على الحكم بالبقاء او حجيه الاستصحاب كذلك على كذلك مطلقا مثلا بالنسبه الى اي شيء بالنسبه الى حجيه الاستصحاب جيد يقول ما هو أو دعوة الإجماع عليه كذلك كذلك يعني ماذا إما على في الجملة وإما مطلقة نستطيع أن نقول أنه ما هو إما إجماع مطلقة يوجد مثل بناء العقلاء إذا قلنا إجماع يدل على هجية الاستصحاب مطلقة خب صعب هذا جدا أو نقول ما هو في الجملة إذا قلنا مطلقة أي في الأحكام الكلية في الشبهات الحكمية والأحكام الجزئية أو الشبهات الموضوعية مثلا إثبات هجية الاستصحاب بالإجماع في جميع الموارد في الشبهات الحكمية في الشبهات الموزعية في الأحكام الوزئية والتكليفية كلها يكون صعبا لاجل هذا نقول أو دعوى الإجماع عليه على هجية الاستصحاب كذلك يعني في الجملة مثلا حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك يعني إلى هذا الدليل على يهل ما هو تفصيلا هنا ما يقول حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا أو تفصيلا ربما التعبير ما هو حسب ما تأتي بيان ذلك مفصلا يكون حسنا لأن الإشارة تناسب بيان الإجمالي والحال أن صاحب الكفاية فيما بعد سيفصل وبنفسه ايضا يقول حسب ما تاتي الاشاره الى ذلك مفصلا هذا كله بالنسبه الى تعريف الاستصحاب ومدرك هجيه الاستصحاب انه اما بناء العقلاء واما على يهال ما هو دلاله الاخبار واما دعوة الاجماع على هجيه الاستصحاب الان ناتي الى بحث اخر وأنه ما هو محل النزاع أي شيء يكون في بحث الاستصحاب صاحب الكفاية يقول ولا يخفى أن هذا المعنى الذي نحن ذكرناه الحكم ببقاء الحكم أو موضوع ذي حكم يقول هذا المعنى هو القابل لأن يقع في هذا المعنى النزاع والخلاف في نفي هذا المعنى وإثبات هذا المعنى ننفيه أو نثبته مطلقا في الشبهات الحكمية والموضوعية في الأحكام التكلفية والوضعية أو في الجملة فقط في الشبهات الموضوعية مثلا جيد هذا المعنى هو الذي يكون قابلا لأن يقع فيه النزاع وفي وجه ثبوت هذا المعنى على أقوال في وجه ثبوته يعني في مقام الاستدلال عليه هذا المعنى فيه أقوال كثيرة القول بهجية الاستصحاب مطلقة القول بالتفصيل بين المقتضي والمانع بين الشك في المقتضي والشك في الرافع القول بهجية العدم هجية الاستصحاب مطلقة مثلا هناك أقوال كثيرة على يهال لماذا هذا المعنى هو الذي قابل لأن يقع فيه النزاع صاحب الكفاية كل الضرورة أنه لو كان الاستصحاب وهو نفس بناء الأقلاء على البقاء أو الظن بالبقاء الناشئ من العلم بثبوته الناشئ من العلم بثبوته على يهال ما هو هذا الحكم لما تقابل فيه يعني في هذا الاستصحاب الأقوال بعضهم قالوا أنه ما هو في تعريف الاستصحاب قالوا الاستصحاب هو بناء العقلاء على البقاء وبعضهم قالوا الاستصحاب هو الظن بالبقاء الناشئ من بناء الأقل مثلا وامصاله صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول لابد ان نجعل محل النزاع شيئا واحدا وهو ابقاء ما كان وهو الذي وقع موضع التفصيل النافي الاثبات وامصاله والا لو نجعل موضع النزاع تعريف الاستصحاب على اساس مبنى الخاص مثلا ونقول الاستصحاب هو نفس بناء الْأُقَلَ على البقاء، ونجعله موزع الخلاف، نقول هو لا يقع موزع الخلاف، لأنه ما هو على أساس صاحب ذاك المبنى، الاستصحاب يكون حجةً، وطبعاً آخر لا يحصل له معه لسان المشترك أصلاً، والحال أن موزع النزاع لابد أن يكون شيئاً مشتركاً بين جميع الأقوال. لأجل هذا يقول ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد بل على موردين يكون هذا ينفيه على أساس الإجماع ذاك يثبته على أساس بناء العقلاء وطبعا ما هو أصلا المحاورة والمكالمة والمباحثة لا تتحقق بين الطرفين لابد أن يكون موزع النفي والإثبات شيء واحد وهو لا يكون إلا الذي ذكرناه أي إبقاء ما كان لأجل هذا بنظر صاحب الكفاية رضوان الله عليه تعريف الذي ذكرناه أو قدر المشترك الذي بيناه هو الذي يقع فيه النزاع ويكون محل النقص والإبرام بين الأعلام وطبعا هذا البحث له زيل ونحن في أول درس من دروس الاستصحاب وإن شاء الله ستطالعون أكثر بالنسبة إلى أول البحث ونتبع بقيه البحث في حلقه اخرى بعون الله، وفي الختام نستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والعبد لا يرجو سوى مولى فانعم واكرم واطعم، أدعوك ربي وطبيبي سمعني دائما.